بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد حاجة اسمها الاوتو كومبليت تكست بوكس، حاجة كده جميلة وبسيطة وقريبة من فكرة الدروب داون او السبينر، بس باختلاف جذري في الموضوع ان هي ممكن نكتب بحريتنا مش بس نختار. تعال نشوفها ازاي. انا هروح على التكست بتاعها افضيه الاول، واسمها اوتو كومبليت تكست فيو، خليها زي ما هو اسمها اوتو كومبليت تكست فيو. هنشوف الخصائص الموجودة. طبعا الخصائص اغلبها هي نفس الخصائص بتاعتنا. انا عايز ادور بس على التكست، اديها بس تكست العرض يعني، مش مشكلة، خلي العرض بتاعها. طبعا تكست العرض اقصد بيه التكست للكتابة يعني، التكست سايز وكده، بس انت ممكن تظبط زي ما انت عايز. احنا كنا واخدين الوركينج ويز سبينر، مظبوط. انا هاخد بس منها الاري، وكان عندي بعد كده ادابتر، وبعد كده كان عندي الكانتري سبينر، صح؟ فانا هعمل ايه؟ هاخد نفس الاري، نفس الاري اللي موجوده عندي دي هستغلها، وهشتغل بالايه، بالاري دي، بحيث ان انا اوتو كومبليت وانا بكتب مثلا اي يطلع لي ايجيبت على طول. لو انا عايز اخدها اخدها، او ما اكتب مثلا اس يطلع لي سعودي اريبيا واطلع لي سوريا، اختار انا عايزه او اكمل. لو كتبت اس ايه خلاص بقت سعودي اريبيا وهكذا، فاهمني؟ فما عامل ايه، اوتو كومبليت تكست فيو دوت ثريشولد، اللي هو اقصد بيه واحد دي معناها ان ايه، مع اول حرف يبدا يفلتر. طبعا لما يكون الداتا كبيره قوي ما بنحبش نفلتر على اول حرف، بنستنى ثلاث اربع حروف ونبدا نفلتر. لا، احنا عايزين فلتر من اول حرف، الموضوع مش كبير قوي، فاعمل ايه الثريشولد بتاعنا 1، بس مع اول حرف 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 يبدا يفلتر. اوتو كومبليت تكست فيو السيت ادابتر، قلت له خد الادابتر اللي فوق. ينفع اخد نفس الادابتر؟ بدل ما اكتب الكود ثاني، بس بحاول اوفر بس وقت. نفس الاري ونفس الادابتر، هي نفس الفكره بالظبط، تمام. يبقى الاوتو كومبليت تكست ادابتر اديته، بس ايه، بس انا بقول زي السبينر بقول دوت ادابتر بتساوي الادابتر، لا هنا بقول ايه سيت ادابتر وادي له ما بين القوسين. الاوتو كومبليت دوت سيت تكست، خلاص كالر، واغير الكالر من هنا بدل ما كنت عايز اغيره من الـ من الـ من الاتريبيوت بيج اللي كانت من شويه، وادي له سيت تكست كالر، كالر دوت بلو او دوت ريد او زي ما انت عايز. خلاص انا بس ظبطت الايه الثريشولد والسيت ادابتر، خدت نفس الادابتر اللي فوق، والاري القيم خدتها من اللي فوق. طبعا لو حد بيتفرج على الفيديو بس يبقى خلاص هياخد الكانتري والادابتر الموجودين فوق، سيبك من ويكمل عليهم. طبعا تلاحظوا لما جيت اوقف في التكست كده وكتبت اس، قال سعودي اريبيا، وقال لي ايه سوريا. اخترت سوريا على طول، اختارها مش اي مشكله. طب كتبت مثلا سعودي اريبيا، خلاص اختار سعودي اريبيا. طيب ايه، انا قفلت بالغلط، اسف، نرجع تاني. كان اسمه الابلكيشن ويدجتس، نكتب كده على طول. قفل بالغلط مني، ماشي. هو تقريبا ده تمام، ادي بالظبط اهو سعودي اريبيا. طيب اختار مثلا ايجيبت، اي على طول طلع لي ايجيبت، وهكذا. طيب بيطلع لي ايه الاختيارات، بيفلتر لي، مفيش عندي مشكله. كي بتاع الكويت على طول. الميزه بقى ان انا اقدر اكتب بقى زي ما انا عايز، يعني اعمل ايه، انا مثلا سوريا مثلا مفيش مشكله، لكن لو انا كتبت مثلا حاجه غير سوريا ما عنديش مشكله. طبعا الكانتري هنا سعودي اريبيا، عايزين نجيب بقى قيمتها. لما تدوس على التشيك، على الزرار بتاع التشيك ده، يقول لي برضو انا مختار دلوقتي انه بلد في الاوتو كومبليت. طبعا الاوتو كومبليت ممكن تكون مواقع، ايميلات، ممكن تكون اختيارات، ممكن تكون مساعده، حاجات زي كده. بس ميزتها ان هو لو كتب بمزاجه برضه يمشي الحال، برضه يمشي الحال. فقلت له مسج دوت ابند كانتري فروم اوتو كومبليت، ده النص الثابت، واخلي ايه المسج ابند بقى من الايه الاوتو كومبليت ذات نفسه دوت تكست، بس مش اي مشكله خالص. يعني اوتو كومبليت تكست فيو دوت تكست، اكنه تكست بوكس عادي جدا، اكنه تكست بوكس عادي جدا، او تكست فيو، او تكست، او التكست عادي. رنيت فاكتب في التكست فيو في الاوتو كومبليت اس، كنت مختار سعودي اريبيا، مش اي مشكله خالص. شيك لي يا عمي، ادوس على البطن بتاعنا اللي فوق، اقفل بس طبعا هو هيفضل كده لان مش عامل ضن يعني. فدوس على البطن، قال لي ايه كانت في الاوتو كومبليت سعودي اريبيا. طب كتبت مثلا سعودي بس، ودوس على البطن، قال لي ايه سعودي بس، ما عنديش مشكله. يبقى يقدر يكتب بحريته او يختار من الاختيارات المساعده اللي هي اوتو كومبليت. طب قلت نيو مثلا، نيو فاليو، ما عنديش مشكله، هيقول لي قيمه نيو فاليو، ما عندوش مشكله خالص، تمام. او
بس من القيم اللي مديها له اقدر ايه اساعده بيها. ده كان الاوتو كومبليت تكست فيو. السلام عليكم.